السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي ورقة بسيطة خالص، أنت ممكن تعملها على الوورد، تمام؟ فيها بس إيه، بين بروتوكول موديل ماتريكس، ده أساس يوضح لما نتبادل الموديل مع بعض الموديل ده اتعمل إزاي. ده تمبليت ماتريكس فور شيرينج أوف موديلز، بتكتب اسم المشروع ورقمه والتاريخ ومين اللي عمله ومين اللي وافق عليه، وبعد كده الموديل مثلا المعماري الريفرنس الموديل بتاعه إيه والريفرنس تايب بتاعه إيه وهكذا. بس ده من ضمن الحاجات الموجودة في الكود البريطاني.